بنحييكم عبر شاشة التلفزيون اللبناني ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. اليوم صنفنا هو ريزوتو دجاج. شو بدي من مكونات؟ بدي 500 جرام صدر دجاج، بصلة حجم وسط وحدة، رز 300 جرام، زعتر أخضر نص باقة، حامض للبرش وحدة، كريمة نص كوب، زبدة شرحة ونص، زعتر يابس ملعقة صغيرة ونص، جبنة مبروشة صفرة للطبخ 150 جرام، ثوم 4-5 حصوص، ملح وبهار أبيض. أول شي دائما منبلش يلي كل شي بده وقت على النار. أول شي رح نفرم البصلة. منحط قطعة زبدة على النار، منحركها بملعقة خشبية، نفرم البصل ناعم، هي بصل مصري، جلطه شوي قاسي ولكن هذا بيجي دايما مثل كيف بستخلص البطاطا عنا بتشرين وكانون تنزل البطاطا المصرية، كمان بس يخلص البصل عنا أو بيخف تنزل البصل المصري. كل شيء له موسم ببلده. نحط البصل، نحركه مع الزبدة، شوي قاسي بصل المصري وقشرته مثل ما قلنا سميكي. يتحرك. نضيف فوق منه الثوم. هذا توم جديد كمان القشرة بتلزق عليه بس هو أطيب. من بعد ما تقلى شوي البصل منضيف عليه توم. نقطع الدجاج
نعملها شرحات منقطعهم بهالشكل بصير نقطعه رفيع ومنحرك نرجع كمان نقطعهم نحرك لتتقلى مظبوط الدجاج منحط نبرش حامض النار بدها تكون قوية لأن اللي عليها دجاج حرك الجيل قشر الحامض البارش معهم بهالوقت بكفي تنقاية الزعتر بشيل شوي منه للزينة العرق الخفيف بخليه العرق السميك بشيله بهالشكل
بتنقى الزعتر، الزعتر بيتغسل 5 مرات في كتير رمل، وعطول بس نحط الزعتر بقلبه بدنا نشيله شايل هيك، ما منكته كله سوا، منشان أي شيء من الأتربة أو الرمل أو الأوساخ يضلون بالكعب. الورقة الصفرة لحتى ما منحطها، الورقة الضاربة على بني ما منحطها، أوقات من جراء التحميل أو الربط بتسود الورقة، مش معناتها أنه بتضر بس بالوقت ذاته ما منستعملها. هون بحرك على نار خفيفة، هلا بصفي الرز، هون الرز ما بدي احط له مي مغلية، هلا تمكن الرز نحط مي مغلية لنشتغل فيه، هون بالعكس بدي مي بسقعة وبدي الأرز أنا يخبص يعني يصير تقريبا مثل رز السوشي، لحتى لو بدي احط له كريمة أو جبنة بقلبه. هيدي أكلة الريزوتو. منحرك بنحط مع زعتر وبهار ابيض وملح، زعتر بلا سماء وبلا سمسم، بهار ابيض ما منكتر انه شوي حد، ومنحط ملح. نحركهم لتسخن مزبوط، هولي خليناهم للزينة، هاو بنستعملهم معه، وهيدا خلص. نحرك هلا منضيف لها ماي، وقلنا ماي مسقعة ما منضيف ماي مغلية مثل العادة. نحرك بهالشكل، نتركها لتغلي، بس تغلي مننوّس النار ومنحطها على نار خفيفة. هيدي هي الريزوتو، وكل تقريبا في كتير أنواع من الريزوتو كله تقريبا بيتساوى بهالطريقة، بيختلف نوع الأشياء اللي بتكون بقلبها، يلي هي اوقات دجاج اوقات لحم اوقات فينا نحط سمك فينا نحط سودا دجاج ريزوتو او فوار دي فولاي، يعني عده انواع بتختلف. وفي اوقات منضيف محل الماء ينبيد ابيض كمان ببعض الريزوتو، وفي منهم بضيفوا خبز كروتون على الاخر. هون عم تبلش تقريبا بدها تبلش تغلي، شايفين كيف عم تحرك عم تبلش تغلي، بس بلش تغلي بنحطها على نار خفيفة ومنغطيها.
بس تجي لتنشف شوي ضيف عليها الزعتر والجبنة، برجع بتركها شوي صغير. وفي ناس بس يخلص الرز ينشف بيضيفوا الجبنة، اثنين صح ما في مشكلة. شايفين كيف قربت تغلي من هون؟ بعد ما بلش تغلي إلي حق احركها حركي، منرجع منتركها. بهالشكل بشكل عام كل ريزوتو بينحط له مي عادية مش مية خواص. بشكل عام إلا إذا كنا عم نساوي ريزوتو كريستاسي أو الكرافات أو شيء فينا نسويها ساعتها من قشرة مشان تعطيني خواص معه. هلا هو الدجاج كان سخن بقلبه، لح الرز ضفناه هو المسقع يلي عم يضل شوي لا تسخن ترجع المي فيه. بلش يغلي بهالشكل، يعني عدة محلات بيكون عم بفقفق معناتها انه غلى. بيتغطى نرجع مندور نار هون اخف ومننقلها على نار أخف. دايما بدنا نار خفيفة بس نضل نتأكد إنه عم تغلي خفيف، يعني هيدي كتير مهمة مش نحطها وننساها وتكون النار تحت منا مطفية. هلا الدجاج اللي محطوط بقلبها للوقت اللي بيستوي فيه الرز 22 دقيقة، مع انه هو استوى ثلاث ارباع النضج وقت قليته انا مع البصل والثوم بالزبدة على النار وحطيت قطعة سفينة دجاج يلي مقطعة شرحات فوق منهم وقلبتها بالاول على نار قوية بعدين على نار خفيفة، استوى الدجاج ثلاث ارباع النضج. يعني هلا بمجرد تغلي 10 دقائق على النار هو استوى الدجاج، بس انا بدي مع الرز 22 دقيقة ليكون استوى الرز عندي وطلع منيح. وساعتها بضيف له ثلاث اشياء، عندنا الجبنة، عندنا الزعتر الاخضر، وعندنا الكريمة السائلة. هذا هو بمجرد تغلي، يعني معناتها الحرارة عالمية. نحن الدجاج عنا بيستوي على درجة حرارة 92. على نار خفيفة ومنسويها. هلا كتير عم يجيني أسئلة بدهم يقلوا الباذنجان والقرنبيط ويقرمش. إذا بدنا إياه يقرمش للقرنبيط أو للباذنجان، أول شيء الباذنجان منقطعه شرحات أو أصابع على شكل الأصابع، برشه بالملح، بتركه حوالي الساعة، بشده على بعضه، بخلط نص كباية نشا ذرة مع طحين، بنخلطهم مع بعضهم إذا بدي إياه يقرقش، وبلته فيهم وبقليه على نار حامي، وبيكون الزيت عندي غميق شوي ليفقفق فيه، ساعتها بقرقش معي الباذنجان.
أما القرنبيط بده ينسلق بالأول دقيقتين أو ثلاثة، منشيله منحطه بمصفاية، ومن بعد ما يكون بمصفاية كمان بلتو نص كمية نشا مع نص كمية طحين مع بعضهم وبقلي كمان بصير يقرمش. وفي منه نعمل مزيج خليط من بيض الطحين، فيه حط بقدونس ناعم، فيه حط ثوم ناعم، بابريكا إلا طحين أو كعك ناعم، بينخلطوا مع بعضهم، بينحط لهم شوية ماي، بينلت هالقرنبيط بقلبهم وبينقلى، كمان بيطلع بقرمش مع القرنبيط وبيطلع طيب. شايفين كيف عم تغلي؟ بمجرد عم تغلي يعني معناتها عم تنضج، إن كانت على نار خفيفة مثل ما أنا هلأ حطتها أو كانت على نار قوية، هايدي هاي بتصرف كهرباء أكتر، تتبخر الماي بسرعة أكتر، يمكن ما يكون نضج معي الأرز وبشكل طيب ومنيح، بتضل حبته شوي صغيرة تكون عم تقرقش ساعتها. منشان هيك على طول بشكل عام 99% من المأكولات من بعد ما نقليها أو نشويها أو نسلقها على نار قوية، بعدين منخفف النار، بنكمل طهي جميع الحبوب أو الخضروات أو الباستا بشكل عام كله على نار خفيفة، شرط والخضروات شرط إنه بالأول تغلي على نار قوية وبعدين نحطها على نار خفيفة. هذا أسلوب الطهي الجيد يلي نحن نحصل فيه على أكل طيبة، ما راح بنخواص شي وتبخر، ما صار في عندي غطيطة بالمطبخ بالوقت ذاته، ما اضطريت لضيف ماي وانزع الأكلة يلي هي بتكون عندي. هيدي الشغلات لازم على طول نعرفها وننتبه لها. هلأ بالنسبة للريزوتو، هون وقت ضفت أنا التوم والملح، هون بيضيف الملح مزبوط، يلي ما بيعرف بيدوق مثل هلأ بيدوق شوي وبيتأكد إنه الطعم طيبة. لي مندوق هلأ؟ أول شي ما مندوق دغري لأنه الدجاج بعده ما استوى، وممنوع ندوق ويكون الدجاج ما استوى. هيدي أول شغلة صحية. تاني شغلة هلأ غيرها تقريبا حوالي 10 دقايق غير الوقت يلي تقلى فيه ونضج، أنا في دوق هون لأتحكم بالملح يلي هو عندي. هون لازم تكون الطعم الملح منيحة، إذا كانت حلوة هلأ في يضيف لإلها ملح وساعتها بتزبط مع الأكلة، لأنه بعدين بتبطل تاخد مع الملح. كتير طيبة ما بدها شي. هلأ أنا بعرف وعندي الخبرة الكافية قداي بدها ملح، أما أنتوا اللي بعدكم بالأخص جديد دخلتوا عالم الطهي للمسؤولية المنزلية وللولاد والرجال وما شابه ذلك، أو تساعدوا أهليكم، بدكم تتعودوا شوي شوي نضيف لإلها الملح وتدوقوا مثل ما دقت أنا، لتصيروا تعرفوا المكيال الصحيح لعدد الأشخاص يلي أنتوا عم تحضروها بالملح أو بأي توابل أخرى عم تحطوها. بالنسبة للريزوتو يلي هي أكلة اليانية بامتياز، ما فيها كتير توابل، يعني شفنا لا فيها بابريكا لا فيها كمون لا فيها كراوية، ولا كمون وكراوية هني تقريبا من الأكلات الشرقية يلي نحن متغنى فيها وعنا إياها، مشان هيك هني فقط عم يستعملوا الملح والبهار الأبيض، وعندهم الكريمة، عندهم الجبنة الصفرة أو الموتزاريلا أنتوا يلي بدكن إياها للطبخ، وعنا الزعتر الأخضر يلي بنقدمون لإلهم. رح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان.
منتابع حلقتنا عبر تلفزيون لبنان. هون عنا يلي انضموا لأن هلأ اليوم عم نساوي ريزوتو دجاج. ريزوتو دجاج هي أكلة إيطاليانية طيبة كتير، بتتساوى منها معقدة كتير، وبالأخص لستات البيوت يلي هني بيشتغلوا. منقلب الأول بصلة مع شقفة زبدة، بعدين منحطه مناعم، كمان منقليها معها، منضيف لها قطع صدورة الدجاج اللي قطعناها شرحات وقليناها على نار قوية. بس قليناها على نار قوية، هلا ممنوع نحركها بقى، قلنا عم تخبص معنا. تركتها، رجعت حوالي 5 دقايق على نار خفيف ليستوي شوي معي الدجاج. رجعت ضفت لإله الأرز 300 جرام، حيلا أرز فينا نضيف لإله ما بيأثر، ولكن هو الرز التلياني كتير منيح لإله. منضيف لإله ماء مسقعة، مش ضروري نضيف ماء سخنة أبدا، لأنه أنا بيهمني الرز يكون مع بعضه يلي بيكون موجودين. ساعتها بهالعملية أنا الرز بدي إياه مخبص، يعني يلي مش شاطر بتحضير الأرز هي بتطلع معه الأكل زبطة بالمرة. وننصح كل ست جوزت جديد وبعدها مش مدعوك كتير بالمطبخ تقول له لجوزة بدي أعمل لك أكلة الشيف أنطوان ريزوتو، بركي بيسب لها شوي وبيسب لها الشيف أنطوان، بس لا، بس تعملها طيبة مثل ما بنعملها، بتطلع طيبة. تعمل له هاي الأكلة بتطلع طيبة، ومعها بتصير تخلص حالها بالأرز اللي بيطلع بالريزوتو اللي بيطلع مع الأرز طيب، وبغير طبخات يعني بيطلع الأرز كل حبة وإختها يلي موجودة معه. هيدي هي عم تستوي. هلأ في عنا كتير أسئلة من شان الكيش. امبارح اجاني السؤال ويح نرجع نوضحه. الكيش عدة حشوات لإله، ولكن الصلصة في 2. في صلصة أساسية لإله المضبوطة اللي تنعمل بالأوتيلات الفخمة وبالبيوت الفخمة، وفي الصلصة العادية أخف كلفة. الصلصة المضبوطة يح نبلش 4-5 بيضات حسب الصينية القالب، إذا 30 سم بدها 5، إذا 27-28 بدها 4. نص لتر حليب، 2.5 أو 2 كباية كريمة حسب الكبر، فانيليا، برش جوز طيب، برش حامض، وجبنة مبروشة 0.5 كيلو. هودي كلهم بده يكونوا حشوة القيش، أو عفوا صلصة القيش. الحشوة لإله فينا نفوت بالسبانخ، فينا نفوت بالبروكلي، فينا نفوت بالهليون، فينا نفوت بالفطر، فينا نفوت بالحبش، فينا نفوت بالجامبون. أصبح واسع أشواء عندي أنا من شان عملية الحشوة، لحتى فينا نفوت بالفوا دي فولاي، بس شرط إنه تكون مسلوقة مع مواد عطرية كتير كتير موجودة معها، من شان ما تزنخ معنا عملية الفوا، لأنه مش من مكان بيعرف يسويها. أما بالنسبة للشيء التاني، الصلصة التانية يلي هي أوفر شوي من الأولى، منقول منحط 50 جرام زبدة، منضيف فوق منهم 50 جرام طحين، ضيف عليهم لتر حليب كامل الدسم، وبضيف معهم إما 0.5 كباية أو 1 كباية كريمة يلي هي للطبخ. بستعملها مثل هيديك الحشوات زيتها، ولكن دايما تنينتهم طيبين، بس في شيء افخم واكلس، وفي شيء العادي يلي هي موجوده بهالصلصه التانية اللي سويتها. والحشوات كمان فينا نستعمل الحشوات على انواعها، من قرنبيط، من بروكلي، من فطر طازج، من حبش، من جامبون، من مرتديلا، كل واحد حسب من هليون شو بيكون متوفر عنده من سبانغ وبيحب يسويها. بس اكيد ما بجيب السبانغ وبحطه هيك، بده السبانغ ينعمل له قلية، بصل على النار،
بعدين السبانخ بينحط فوق منهم او بينسلق شوي بيتبرر بيتعصر مظبوط، بينحط فوق منهم بيتقلى بينعمل سوتيه مع البصله والزبده، بعدين بينضاف للجيش. يعني هودي هن العناصر يلي منضيفهم، والطبقات بتكون قد الطبقات مع بعضها. يعني لنفترض يلي الجيش عندي هلا بالنسبه للجيش اللي بده يسويه كتير مالس وجالس بده يحط حمص، حمص يابس حب، بنعمل العجينه بحط حمص على كامل القالب، وهيك بيعملوا بالاوتيلات مطاعم درجه اولى، بينخبز بالفرن ربع ساعه القالب بينشال، بينشال عنه الحمص. هالحمص ما منكبه، نحطه بكيس خليه يبرد، وبعدين نستعمله عدة مرات بتساوى على طول مما يضل نظيف. يعني ما بده يستعمل حمص مجبور بالشوكة يعمل 4-5 قلويح من شان ما تقب العجينة وتطلع لبرا وتكب الحشوة لبرا. الحشوة من أول ما نحط شوية صوص، بعدين منحط اما الجامبون او الحبش او المرتديلا او السوسيسون او السلامي او البروكلي او الهليون انتو اللي بدكن اياه او السبانخ. نرجع منحط طبقة تاني منحط جبنة عليها، نرجع منحط طبقة من الصوص، نرجع منحط طبقة حشوة، نرجع جبنة، طبقة اخيرة من الصوص، وبنخبزه للقالي. القالب بالفرن بده ساعة وعشر دقايق إذا كان العجينة من الأساس حطيتها على درجة حرارة 180. أما إذا استعملت ربع ساعة بالأول بصير بده ساعة على البكلي بتكفي للقالب. هون عندي الماي عم تبلش تزول، كيف بعرف؟ عم ببين عندي ثقوب بقلب الطنجرة، وهالثقوب هي محل ما عم تغلي فيها بعد الماء الموجودة. كل ما هي الغليان هو لفوق معناتها الماء بعدها بكترة، كل ما صارت تغلي وتضل على الفوهة دغري معناتها الماء بعدها فيها بس قليل كتير. إذا صارت لتحت والغليان على النص الفوهة معناتها المي صارت كتير قليلة بس بعدها عم تغلي وعم تطلع هالبخار يلي هو عم يطلع، وهيك هلأني صارت كتير قليلة وعم يطلع البخار يلي هو فيها. هلأ أنا هون شو بعمل؟ بدي جيب الكريمة السائلة منزلها هيك، كمان ما بحركها بعد، بتركها بقوي النار شوي. ليه؟ لانه الكريمة نزلتها بتكون مسقعة مشان ما وقف عملية النضج، بس حسها رجعت بقوي غلت برجع بنوس النار عليها. هذا الزعتر يلي عندي، بس قبل الزعتر بدي اضيف الزعتر بعد شوي والجبنه دغري، لانه بس ضيفهم بصيروا لزقوا وبدي احركها. على الشوب اليوم تعرفوا تقس الشوب، وعلى البروجكتورات ترخي الجبنة.
هلا نجيب الزعتر بنسويها بهالطريقة ومنترك شوي للقالب، بغطيها ومنتركها 3 دقايق مع بعضها. هلا في ناس كتير كمان عم يسألوني على الواتساب، اوقات ما عم جاوبهم، بالنسبة لحشوة الرافيولي. حشوة الرافيولي ما في يقول أنا حشوة الرافيولي بالدجاج، ساعتها عم بعمل رافيولي بالدجاج بس وقت اللي بقول حشوة الرافيولي المضبوطة هي بدي لإلها روستو أو بفتيك مقلي أو لحمة مقلية، بدي جامبون أو حبش أو مرتديلا، بدي صدر دجاج مشوي أو مقلي أو مسلوق، بدي سبانخ، اذا عندي نخاع غنم مسلوق كمان بدي واحد، سودة دجاج مقلاية ومحطوط لها الملح والبهار شوي كمان مقليين، هو كلهم بينفرموا مع بعضهم، بينضاف لهم جبنة مبروشة، بينضاف لهم بيضة، برج جوزة الطيب، كبش قرنفل، ملح، بهار أبيض، بينمزجوا مع بعضهم وسبانغ، وبيطلع عندي حشوة الرافيولي المزبوطة. حشوة الرافيولي المزبوطة يلي هي بتكون هلا وقت اللي بقول أنا رافيولي بالدجاج، ساعتها بدي يكون عندي دجاج مطحون، ضيف علي بيضة، ضيف علي جبنة، ملح وبهار، وبحشي فيه، فيه حط سبانغ وفيه ما حط سبانغ، وبحشي فيه عجينة اللافيولي. عشان هيك بتختلف الاشياء يلي منقولها. هلا انا بدي احرك حركة وحدة، شايفين كيف؟ من تحت لفوق مثل البيش. شايفين الرز خبص على بعضه. برجع بتركهم مع بعضهم. هلا في ناس بيطبخوا هالريزوتو دجاج بالبيض الابيض، يلي ما عنده مانع في سويها بالبيض الابيض، كباين بيض وكباين ونص مي، كمان بتطلع طيبه وبيطلع لها نكهه طيبه وكتير منيحه. يلي ما عنده مشكله، اللي عنده مشكله بيطبخها مثل ما طبختها انا، وهيك بتكون صايره منيحه معنا وكل شيء. هلا بس حركناها بعدها على نار خفيفة، بنتركها لتنشف شوي بعدها من ميتها. شوفوا كيف عم ترجع تغلي، لأرجع أنا أحطها بقالب وأسكبها ونفرجيكم إياها كيف تكون حاضرة للتقديم، يلي هي ريزوتو الجيش. هالزعتر بيعطيها طعم كتير طيبي، والكريمة أكيد والجبنة بيعطوها دسامة، بيعطوها شيء إنه كتير طيب للأكل اللي بتكون موجودة عندي. أنا بجيب هون حيلا قالب موجود عندي، بستعمله، اعتبروا هذا زيز، كان في الزعتر، نحط فيه شوية ماء نظيفة، بشقشقهم، ومنخليه جاهز للسكب، لأنه بدأ تقريبا 5 دقايق بعد لفينا نسكبها، لأنه بدأ بعد تنشف على بعضها. لك فيه عم تختر وتنشف على بعضها وهي على نار خفيفة. هون انا بهالوقت يحجيب الزعتر يلي كان عندي، وين صاروا؟
هون هالزعتر بيجي بحطهم بهالشكل بكعب قلبي هلا بنخليه الملقط لنستعمل هودي نرجع بعد شوي. نحن ناطرين على تنشف معنا، راح نشوف المقادير ريزوتو الدجاج عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا. هلا بالنسبة للزعتر الأخضر، الزعتر الأخضر ما فينا نفرزه، إذا بدنا نفرزه بسود مثل أنا اليوم استعملت نص باقة زاد عندي، هلا بكرة رح أعمل أكلي أنا يروح فيها الزعتر، بس لنفترض ما عندي بتستعملوها للسلطات. هلا دارج من هلا وطالع جربيها، والسلطات كتير طيبة بهالشوب الحلو، بنستعمل الزعتر بالسلطات. اذا كمان زاد عنا عن السلطات شو بنعمل؟ بيتغسلوا، بينفلشوا على صواني، بينحطوا بمجرى هواء مش بالشمس، بمجرى هواء من 9 ايام 10 ايام حسب الهواء والشمس، هالهواء والتأسي للشوب، بينشفوا، بتحرهم بايدي هيك، بنحطهم بمصفايه او منخل يلي عنده منخل او مصفاية مثل المصفاية، بنعمل لها هيك ومنسويها ومننخلهم، بيضلوا عنا بنرجع كمان بنفتهم ونرجع بنسويهم بنفس الطريقة بنفس كل شيء، ساعتها بيكونوا عم يتحضروا. هون هاي اللي صارت عندي جاهزة، نحركها وهي بدها تكون مخبصة ما تفزعوا، هاي هيك موديلها للأكل. بيجي انا بسقط هون ما تخافوا على التكبيس لأنه هي بدها تكون مخبصة.
منجيب جاتنا. مننزلها عمهلنا. منعليها. برجع هون عندي أنا شوي من الزعتر. منفردهم يكفوا للكل. وهيك بيكون جات الريزوتو جاهز للتقديم. بيتقدم سخن ومثل ما قلنا فينا نستعمل يلي ما عنده مشكلة. فينا نستعمل بقلبه نبيد مع الرز كمان بينطبخ يلي هو معنا. فينا نستعمل كتير اشياء باسمه وبيحمل اسم الصنف يلي هو فيه. ولكن وقت بنقول ريزوتو يعني عم نحكي عن رز مستوي كتير ناضج ومخبص شوي وفي بقلبه الكريمة يلي هي أساسي والجبنة هني بكونوا موجودين معهم. جمد هو على بعضه لأنه الجبنة بتجمده بتبين أنه رخ وسكبناه بس هي جمدوا الجبنة موجودة فيه وهو الرز بشد على بعضه مثل ما حكينا وبيطلع كتير بهالشكل يلي هو فيه. هيك صنفنا لليوم يلي هو ريزوتو الجيش انتهى. بيتقدم بشكل سخن طيب يمكن تشوفوه مخبص على بعضه ولكن بالنتيجة بيطلع كتير طيب. نكهته كتير ممتازة وطيبة يلي بيدوقه بصير على طول يحبه. حلقتنا لليوم انتهت على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. منشوفكن على طول دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومنقلكن باي باي.